عمرك لاحظتي على طفلك إنه بيكرر عمل شيء معين ومحدد بدون ملل؟ أو بيسألك أسئلة عن شيء معين بشكل متكرر؟ عمرك لاحظتي إنه طفلك مهتم بتعلم مهارة وبيلاحظ كل شيء وكل حركة بخصوص هاي المهارة وبيحاول تطبيق اللي تعلمه؟ إذا طفلك بمر بفترة حساسة للتعلم، شو هي الفترة الحساسة؟ وكيف نعرف إنه طفلنا عنده فترة حساسة للتعلم؟ وشو هم الفترات الحساسة الـ 12 اللي حددتهم الدكتورة ماريا مونتسوري؟ كل هالمعلومات رح أعرضها بهذا الفيديو. أنا مريم شفيق، خليكم معي للآخر. الفترة الحساسة هي فترة زمنية بمر فيها الطفل، بيكون عنده بوقتها رغبة شديدة في تعلم شيء معين مثل الكلام أو المشي أو النظام. بتعلم الطفل بهاي الفترة معلومات هائلة بسرعة رهيبة وما بتوقف إلا لما يشبع رغبته في التعلم. اكتشفت ماريا مونتسوري إنه الفترات الحساسة شائعة عند الأطفال منذ ولادتهم حتى سن 6 سنوات، وبتيجي الفترة الحساسة أو المرحلة الحساسة للطفل بشكل لا واعي. يعني الطفل ما بيختار المرحلة الحساسة اللي هلأ بمر فيها، لا، بتعلم معلومات معينة أو مهارات معينة بطريقة لا واعية. الفترات الحساسة هي فرصة ذهبية بالنسبة للأهل، لأنه تعليم الطفل المعلومات أو المهارات المختلفة بيكون أسهل خلال هاي الفترة. أما لو انتهت الفترة الحساسة فإنه تعليم الطفل نفس المعلومات والمهارات بيكون أصعب وبمر بوتيرة بطيئة. الفترات الحساسة هي فترات عابرة، يعني بتيجي فترة معينة من الزمن وبتنتهي مثل ما بدأت. بتبدأ باهتمام الطفل بمعلومات ومهارات محددة وبتنتهي بانتهاء الرغبة عند الطفل لتعلم هاي المهارة، وبتيجي مرة واحدة فقط في عمر الطفل. بس هاد ما بعني انه عملية التعلم غير ممكنة بانتهاء الفترة الحساسة، لأ، تعليم الطفل معلومات ومهارات انتهت فترتها الحساسة طبعا شي ممكن، بس مثل ما قلت سابقا رح يكون بصعوبة او بوتيرة ابطأ، لانه الطفل وقتها ما رح يكون عنده رغبة واهتمام بالتعلم. وبتختلف بداية ونهاية كل مرحلة من طفل لآخر، وبنعرف البداية والنهاية من خلال مراقبتنا الدقيقة للطفل وتتبع اهتماماته ورغباته وسلوكه. وفي عنا دلائل إيجابية وأخرى سلبية بنقدر بملاحظتها معرفة الفترة الحساسة عند الطفل. فمثلا لو شفنا الطفل بنطق بعض الأحرف البسيطة أو بحاول يصدر أصوات أو كلمات مش مفهومة وبتبع حركة شفاه أمه لحتى يقلدها في الكلام، هون بنعرف إنها دلائل إيجابية وبتوحي إنه الطفل بمر بفترة حساسة للكلام. أما لو لاحظنا على الطفل إنه بمر بنوبات غضب متكررة وبيقوم بأفعال عنيفة مش مفهوم سببها، هون لازم نعرف إنها دلائل سلبية على إنه الطفل بمر بفترة حساسة لتعلم شيء معين ومش قادر يشبع رغبته في التعلم، أو إنه البيئة المحيطة حوله مش جاهزة لحتى تقدم له العلم والمهارة اللي بده إياها. الفترات الحساسة قسمتها الدكتورة ماريا مونتسوري ل 12 فترة أو مرحلة، رح أعرضهم بشكل سريع. أولاً الفترة الحساسة للحركة، وبتكون غالباً عند الأطفال منذ الولادة حتى سن سنة. وبنعرف إن الطفل عنده الفترة الحساسة للحركة لما بنشوفه إنه عم بغير حركته، بقلب هيك من جهة لجهة، أو بمسك رجليه، أو بزحف، أو بحاول يتكئ على كرسي لحتى يوقف. ثانياً الفترة الحساسة للغة، وهي أطول فترة حساسة ممكن يمر فيها الطفل، وبتختلف من طفل لآخر خلال أول 6 سنوات من حياتهم. وبنعرف أنه طفلنا عنده فترة حساسة للغة لما بنلاحظ أنه الطفل بيحاول ينطق بعض الكلمات ويقلد الكبار في النطق. وبتتطور اللغة عند الطفل من نطقه لمقاطع صغيرة من حرفين، بعدين لكلمة، كلمتين، ثم عبارات بسيطة، لحد ما يصل لتكوين جملة تشبه في محتواها جمال البالغين. ثالثاً الفترة الحساسة للأشياء الصغيرة، وبتكون تقريباً في عمر السنة لحد عمر 4 سنوات. الطفل فيها بيصير يحب يمسك الأشياء الصغيرة ويلعب فيها. رابعاً الفترة الحساسة للنظافة، اللي هي الفترة الحساسة اللي الطفل بتعلم فيها دخول الحمام، وبتبدأ غالباً من عمر السنة ونص لحد 3 سنوات. خامساً الفترة الحساسة للنظام والترتيب، وبتكون خلال سنة ونص حتى سنة 4 سنوات. وبهاي الفترة الطفل بتعلم الترتيب وبتعلم إنه لكل أداة مكان معين لازم يرجعها لمكانها لما بينتهي من استخدامها. وبتشمل أدوات المطبخ وأدوات التنظيف اللي بنستعملهم في حياتنا اليومية، وبالطبع ألعاب الطفل وأنشطته وكل الأشياء المحمولة اللي بيقدر الطفل يحملها الموجودة في أماكن محددة داخل المنزل.
سادسا الفترة الحساسة لتنمية حواس الطفل وبتكون بين عامه الثاني والسادس، وبهاي الفترة الطفل بينجذب لاستخدام كل ما هو حسي وبيفرق بين الأشياء الحسية مثل التذوق، الشم، السمع، اللمس. وبنلاقي الطفل بحب يلعب بالأدوات اللي بتصدر أصوات مختلفة ويلمس كل ما هو موجود حوله لحتى يتعرف على ملمس الأشياء. سابعا الفترة الحساسة للكتابة وبمر فيها الطفل غالبا من عمر 3 سنوات وأربع سنوات، وبهاي الفترة الطفل ما يكتب بمعنى انه يكتب عن جد، هو بيحاول يقلد اشكال الحروف او الارقام ويكتبها، او بمعنى اخر بيحاول يرسم الاشكال والاحرف رسم. وبنعرف انه الطفل بمر بهاي المرحلة من خلال ملاحظتنا انه بيحاول يمسك القلم وانه بيحب يلون الاشكال والرسومات. ثامنا الفترة الحساسة للموسيقى وبتكون غالبا بين سن 2 و6 سنوات، وبوقتها بنلاحظ على الطفل اهتمامه بالاغاني والاناشيد والايقاع. تاسعا الفترة الحساسة لتعلم الآداب العامة واللباقة وبتكون أيضا بين سن 2 و6 سنوات، وبهاي الفترة بيبدأ الطفل يتعلم آداب الحديث الحسن والجيد مثل الاستئذان، الشكر، الاعتذار وغيرهم، وبيبدأ يقلد البالغين وطريقة تعاملهم مع غيرهم من الناس. لهيك بتكون أفضل طريقة لتعليم الطفل احترام الآخرين هي معاملته باحترام داخل المنزل ومرافقته للأماكن العامة لحتى يتعلم طريقتنا في محادثة ومعاملة الآخرين. عاشرا الفترة الحساسة لتعلم القراءة وبتبدأ من سن 3 سنوات لحد سن 5 سنوات، وفيها الطفل بيهتم بتعلم الأحرف وإشكالها وبيحاول يتعلم قراءة بعض الكلمات البسيطة الخفيفة السهلة. الفترة الحساسة رقم 11 هي الفترة الحساسة للمكان أو الأشياء ذات البعد المكاني، وبتكون ما بين عمر 4 سنوات إلى 6 سنوات، وفيها الطفل بيعرف مكان بيته بالنسبة للحي اللي ساكن فيه، بيعرف طريق الروضة أو بيعرف الطريق لبيت جده مثلا. الفترة الحساسة رقم 12 هي الفترة الحساسة لتعلم الرياضيات والأرقام، وبتكون برضو ما بين 3 سنوات و6 سنوات، وفيها الطفل بيبدأ يتعلم العد والأرقام وكمياتها وبعض العمليات الحسابية البسيطة بكل سهولة وبقليل من الجهد. هدول هم الفترات الحساسة حسب تقسيم الدكتورة ماريا مونتسوري، وهي مثل ما لاحظتوا ممكن تكون فترات متداخلة، يعني ممكن الطفل يمر بأكثر من فترة حساسة في الوقت نفسه. احكولي بالتعليقات الفترات الحساسة اللي مروا فيها أطفالكم وكيف اكتشفتوا هاي الفترة. اكتبوا لي أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع، رح أكون سعيد طبعا بالإجابة عنها. شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم ودعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.